مساء الخير. حلقتنا النهاردة هنناقش فيها قانون الأحوال الشخصية ما له وما عليه، وكان إن شاء الله يشرفني، كان في جدال كبير جدا قبل ما نبتدي الحلقة الحقيقة فيشرفني أن يكون معانا الأستاذة نينيل المغربي، مؤسس حملة كلنا نقدر تعديل قانون الأحوال الشخصية. أهلا بحضرتك. أهلا. وفضيلة الشيخ أحمد منزلاوي من علماء الأوقاف، أهلا بحضرتك. والأستاذ الدكتور أحمد حامد، محاضر تنمية بشرية وأب متضرر، أهلا بحضرتك. أهلا. احنا هنبتدي بقى اسئلتنا لحضرتك متبنيه الحمله. عايز اعرف الحمله كان اساسها ايه، وحضرتك ابتديتي ليه تعمليها؟ هي فكرتها يعني جت في السياق لما انا حصل لي مشكله، طبعا اكيد في مشكله عندي والناس كلها عارفه لابني، وحسيت بعوار وظلم القانون اللي موجود، فعشان كده يعني ما قدرش اتحمل ده. ف كان في حملات كتير وناس كتير افاضل سابقني، ومن ضمنهم الدكتور احمد حامد، الدكتور اشرف تنمية. حضرتك بتتكلمي على القانون اللي كان قديم ولا اللي لسه جديد؟ لا، ما هو ما عندناش جديد، هو القديم موجود زي ما هو. فانضميت معاهم واسست الحمله دي، وكلهم ناس افاضل بيساعدوني طبعا، دكتور اشرف تمام، استاذ احمد عز، ناس كتير قوي سبقوني في المجال. منصرتك للرجل، و دايما في هجوم على حضرتك ان انت مناصره الرجل عن طرف المراه. هو الموضوع مش كده خالص. هو احنا عايزين نوضح بقى الفكره. احنا ايوه، احنا في القانون اللي موجود في ظلم شديد للراجل المصري فعلا. بس مش معنى كده ان كل الرجاله كويسين او ما فيهمش حد وحش، زي ما كل الستات مش كلهم كويسين وما فيهمش حد وحش. طبيعي. لكن في حاجة، كل مادة في القانون، في عوار القانون بتاع الأحوال الشخصية ده، بيتأذي منها الأطفال، وأنا كل مشكلتي هي الحفاظ على الأطفال، لأن الأطفال دول هم أول ضحية للطلاق. والرئيس قال إحنا عندنا 15 مليون طفل شقاق. يعني أنت عارفة يعني إيه 15 مليون طفل شقاق؟ خدي بقى ابوهم، طبعا هم دايما محرومين من اهل الاب بالكامل، الاب وعيلته، الا بقى من رحم ربي، الا الست اللي هي اساسا هي ده في حالات الطلاق بس ولا برضه في حالات الوفاه؟ لا، الوفاه ده امر ربنا والطفل بيتقبله. طفل الشقاق ده موضوع، انا قصدي الحرمان اللي حضرتك بتتكلمي عليه برضه في الطلاق، في الوفاه كمان؟ لا لا طبعا، ده امر ربنا وبيبقى عادي والطفل بيتعود. لكن هو والدولة على فكرة، الدولة بتراعي الطفل اليتيم ده، بتراعيه كويس جدا جدا في الوقت اللي أيتام الطلاق اللي هم أطفال الشقاق دول ولا حد بيعمل لهم. طب نتناول حاجة حاجة، نقطة نقطة. حضرتك كنت عندك فيها وجهة نظر. أول نقطة حابة تعرضيها إيه؟ ترتيب الأب في حضانة ابنه. انت عارفه ترتيبه في قانون الاحوال الشخصيه كام؟ كام؟ بعد الام وام الاب وام الرابع. الرابع 16. ده الرابع ده يعني هم بيتكرموا دلوقتي في التعديل. طب استاذنك نرجع لفضيله الشيخ، هو ترتيب الاب ده شرعا يعني هو ده يعني ترتيب شرعي ولا ترتيب قانوني؟ هو ترتيب يعني زي ما نقول الفقهاء نفسهم يعني اجمعوا عليه، او يعني دليل من الفقهاء، مش دليل سن، مش نبوي شريف يعني. بس يعني شرعي، قصدي مش حاجه خاصه، يعني حاجه خاصه موجود في الشريعه. الفتره الحاليه خلوه الرابع حاليا. لا مش هم ده مشروع قانون. الشريعه في ايه بس؟ الفقه زمان لما كان بيتكلم على الموضوع ده شيء كويس، ما كانش فيه علم، ما كانش فيه علم نفس وعلم اجتماع وعلم تربيه. لما علوم النفس والاجتماع والتربيه في الكون كله، في العالم كله، يقول سن الحضانه لا يقل عن 7 و9 ولا يزيد عن 12، كويس،
لا يبقى ما انا ما تقوليش كلام الفقهاء. لا هو في حاجه يا دكتور. طب هو شرع خلي بالك الحضانه لحد كام بالنسبه للولد والبنت؟ فضلت الشيخ قال نقطه مهمه. قال في عصرهم واللي في عصرهم بقى اطبقوا ازاي على العصر ده واحنا عندنا في حاجه هسال فيها فضيله الشيخ بعد اذن حضرتك. فقه الواقع صحيح. وفقه الواقع طبعا حضرتك اللي تشرحه لنا مش انا. ان انا واقع الحال دلوقتي ايه؟ كويس؟ صحيح صحيح. واقع الحال دلوقتي الطفل ايه؟ واقع الحال دلوقتي الام ايه؟ كويس؟ هو زمان كان يبقى مع الامهات لانه متجوز 30 واحده فمش هيجيب ولاد ال 30 واحده عنده. ولا علشان حنيه الام بيحتاجها في وقت معين مفيش. ما بيبقاش محتاج الكلام ده رعاية خط الاب كلام. بص حضرتك الكلام اللي اتقال ان حنيه الام عشان الولد كان في بطن امه وبنقول ان الترتيب ده عشان الام والام كانت في بطن امها وامها كان في بطن امها وان راجل كان في الاب كان في بطن امه بس الولد ما كانش في بطنه اسف ده كلام لا علاقه له لا بعلم ولا بشرع ولا باي دين ولا بقران ولا بسنه ولا بطب ولا بتشريح ولا باي علم اطلاقا. والله حضرتك هو تبع الشريعه هو خلاص. لا مفيش شريعه الكلام. اما احنا بنتكلم في علم دلوقتي بس نعرف راي الدين ثانيه دي مش موضوع راي الدين هو ده فضيله الشيخ الازهر يعني على سبيل اجماع العلماء ان هو يعني استحداثا او استنتاجا واستئناسا بايه؟ بان هو الطفل كان في بطن الام تمام وبعد كده بيرجع قصدك في رحم الام ايوه في البطن الام يعني هي ما هياش في بطنها خالص عفوا هي يعني. مش المقصد البطن او الرحم ده مش القصه ان هو الطفل راجع لامه الطفل راجع لرحم الام كذلك الام راجعه لرحم امها فهو استئناسا وليس اللي هو الدليل يعني عفوا يعني الموضوع مش قضيه ان احنا ربنا ما قالش وبالوالدين احسانا ما هو القضيه لا عايزين بس ان نوصل للحته دي لا انا بس النقطه دي برضو الاول لان بنتكلم في نقطه علميه مش دينيه كده بعد اذن حضرتك يا دكتور حضرتك قلت لي الترتيب للام ثم ام الام ثم ام الام ثم ام الاب نعم وبعدين خاله وكده ولا العم ما هو كل ده بيرجع ياخد بقى خدي بقى الخالات كلهم وخدي العمات صحيح. كلهم وخد دخل مامته وعمته برضه وخالته وحاجات كده يعني داخلين برضه معانا للنحقش صوت الاب داخل معانا لا الخالات الاول طب ايه بلاش الاب نرميه ولا فيش داخل مامته انا بس بسال هو بعد اذن بعد اذن حضرتك انا قصدي ممكن يكون في السن ده بعد اذن حضرتك طب لو العلم قال ان مفيش علاقه بين الحنان بيرجع للخاله مش بنتفرع يعني الطفل يروح للخاله بعد اذنك الحوارات الجامعيه بس الطفل يروح للخاله وجوز خالته يشوفه لكن ابوه ما يشوفوش هو ده الشرع هو ده الدين ما عشان ما كانش في هو ده اللي قال عليه ربنا المشكله حاليا في خلط بين الشرع والقانون مش طب نسمع راي فضيله الشيخ مش راي مش هي القضيه مش في الراي القضيه ان الدين تكلم وتطبيق الدين اللي هو اصبح منه مستنبط القانون فالنهارده بيحصل فيه خلل بين تطبيق الدين فضلت الشيخ اتفضلي حضرتك الاول الازهر مالوش ان هو شرع التشريع ده معروف انه بتاع مجلس النواب طب احنا مش هندخل في موضوع الازهر احنا هناخد بس راي الشريعه من الدكتور هو ما هو انا عايزه اوصلك لايه الازهر بيحط الراي الديني ده ينفع الازهر مصدر التشريع هنا طبعا في الدستور طبعا بس خلاص هو مصدر التشريع في الدستور انا بس هرجع لنفس الموضوع الحنان مش امر علمي مش عايزين ندخل المؤسسات العامه احنا بنتكلم بس في راي الدين انا مش بتكلم في حاجه زي كده الحنان امر علمي ولا امر ديني الحنان الام الحنان عموما مش حنان الام طبيعي راي طبيعي اجتماعي بدليل انا هقول لحضرتك حاجه آية واحدة بس يعني ممكن يكون الأب أحن من الأم في أوضاع كتير بص حضرتك أنا ما بتكلمش على الأوضاع أنا بتكلم عموما كعيل بص حضرتك بص حضرتك أنا مانيش راجل فقير في دين إنما أنا لما بقرا قرآن طبعا أما قعدت أدور على الإحسان بالوالدين والبر بيهم مفيش آية واحدة في القرآن بتقول البر بالأم لوحدها حتى اللي فيها الحمل وفيها الرضاعة وفيها كل الألم ووصينا الإنسان بوالديه صحيح. آية واحدة فقط ومين قال ما يبرش بأبوه احنا ما قلناش ما أنا كلامي واضح أنا كلامي واضح لا معلش أنا كلامي واضح أنا ما قلتش مين قال ما يبرش بأبوه كويس أنا بقول البر اسمه البر بالوالدين ده أمر وتوصية ربنا حتى في حاجة بقى وده فضيلة الشيخ اللي يجيبنا عليها لو الأب والأم مشركين مشركين مش مشركين بس وحاولوا لا طبعا. وحاولوا ان ابنهم يبقى مشرك ربنا قال ايه وصاحبهما في الدنيا معروف تمام كويس
لو الاب والام مشركين. فانا بس هسال سؤال، هو الاب والام اللي متطلقين عملوا اسم اكبر من الشرك؟ انا لما ربنا يقول كده، لما ربنا يخلي الاحسان بالوالدين والبر بهما بعد عبادته، صحيح مظبوط في الايات كده، انا مجمع 13 موضع وبالوالدين احسانا. لان انا برضو سمعت في بعض البرامج البعض يطلع يقول حملته امه وهنا، يا سيدي هو قبليها قال وصينا الانسان بوالديه. احنا عايزين ناخد راي حضرتك كمدرب تنميه بشريه. انا بس عايز اخلص من النقطه دي، عايز اخلص من النقطه دي. فلما ايات القران كلها تقول كده، تجيب البر بالوالدين بعد عباده ربنا، صحيح. تجيب البر بالوالدين توصيه بعد ان رب الناس ما يشركوش بربنا، تجيب البر بالوالدين حتى لو كانوا مشركين. ازاي انا اعمل قانون كويس يقطع صلة الابن والبنت بالاب وعائلة الاب، واقول اصل ده حنان وما فيش، ده رأي شخصي لا موجود في الدين ولا في القرآن ولا في الشريعة ولا في الفقه ولا في العلم. القانون في الدكتور بيقول لحضرتك عليه ده، اللي هو ممكن نقطع صلة الولد او الطفل بالاب نهائيا او بعيلته. طبعا طبعا، يعني في ماده كامله في الموضوع ده. ما هو سن حضانه، الحضانه اللي اقروه هو كان الاول من سنه 29 كان 7 و9 في 98 تقريبا يا دكتور. ب 10 و12 85 ب 10 و12 2005 خلوه بقى 15 وتخيير. خلوه 15 ده مش 15 وتخيير، بس التخيل ده في حد ذاته ما بكملتش، ما انا ما كملتش جريمه. فخلوه 15 سنه. 15 سنه وشيخ الازهر بيقول ايه؟ ويخير وبامر الحاضن والمحضون. تخيلي بقى تجيبي طفل بعد 15 سنه توقفيه في المحكمه يختار ما بين ابوه. لا ده سيبك بقى من كده، قبل كده 15 سنه ده بنظام الرؤيه العقيم اللي موجود، اللي ملوش عقاب لو الام ما جابتش الطفل، لان في معظم الاوقات حتى لما بتترفع قضايا بينقلوا الحضانه للام، ام الام. فهو بيبقى في الاوضه اللي جنبها. يعني هي ما خسرتش حاجه. ونعيد القرار. طيب بعد كده نوقفه في ونسالها، وهو ما عرفش ابوه اهو هيروح له ليه؟ عشان هو شايف اي حاجه ملزمه للام ان هي تقعد تشوف الرؤيه. انا اعرف ان في لازم تمضي عند المكان اللي فيه الرؤيه، بس ولو ما تكررش لمده 3-4 مرات بتسحب منها الرؤيه. طب ما هي بتسحب بتروح فين؟ بتروح لمامتها. بتروح لمامتها خلاص خلصت، او لمامته لو مامتها مش موجوده، صح ولا لا؟ لا مش لا. لو مامتها مش موجوده مش لمامته. هو فضيله الشيخ على اللي ده هيدخلنا في اللي بقى، هيدخلنا في نظريه الحنان اياها دي اللي ما اعرفش جت منين. لا معلش، لا الحنان دكتور. انا بس ما ننكرش، بس الام بالفطره. طب نرجع لنقطتنا تاني، لكن الاب ممارسه. طب ادي الفرصه للاب. حضرتك بتقول ان مفيش حاجه ملزمه على الام ان هي تروح غير الامضاء اللي انا بقول لحضرتك عليها ده، هي ساعه الرؤيه بالظبط. لو ما مضيتش، اللي انا اعرفه ان هي لو ما مضيتش 3-4 مرات بيبقى في اربع مرات معلومه اكتر من كده. عايز ادفع بس ان هي تمضي بس، انما ممكن الاب بتمضي وتدخل تقعد تدينا في اي حته. لا بس لازم يكون الاولاد موجودين. انا كلامي واضح. تقعد بالاولاد في اي شيء في اي مكان، في النادي او في المركز، والاب ما يشوفش ولاده برضه، والنادي يقول لك هي لما بتمضي الاب ما بيمضيش جنبها. ما هو انت لو اديتيني فرصه يعني بس هو بتروح الرؤيه كويس برضه الاب ما بيشوفش ولا بيقعد. انا واحد من الناس خليها ملتزمه. خليها ملتزمه اهو. وبتروح، انت عارفه بتروح عشان ايه؟ عشان تكيده. الولاد جنبها. استاذه نهى، هي عفوا لحضرتك، هي اقطع كلام حضرتك. طب بلاش تقطع كلام يا مولانا بعد اذنك عشان تاديها النقطه دي. ايوه انا عايز اعرف النقطه دي. ما احنا الكلام ده لما يبتزع مش هتفهمي او مش تقدري تستوعبي اللي احنا بنقوله. هو استاذنك هنطلع فاصل.
خلاص ماشي. طب ممكن نشيل الفتوى دي ولا ايه؟ كده احسن. انا سامعه اه كده كويس. ها هي بس اخده مكان. تمام تمام. اعمل ايه؟ القعده اللي هتقعديها. انا قاعده اهو، مش انتوا قلتوا لي اقعدي كده؟ طيب بس اما اقعد كده انا ابص لها كده بقى. هو مين بيكلمني يا اسم؟ وليد. اه اهلا بحضرتك. تمام. تمام انا عايزين بس نوجه يعني تكمل كلامها كامل، ما حدش قاطع خالص مدام نينين عشان تاخد طبعًا كل طبعًا. تسلمي يا قلبي. لا والله مش قصدي، انا عايزه اوصل. لا انا نفسي عايزه اعرف المعلومه يعني من حضرتك. اه هو بس ايه بتتاخد على بعضها، اي حاجه حد يقولها لازم تتاخد على بعضها. هو ده قانون الاحوال الشخصيه، مقرف كده ان لازم الواحد يفهم للاخر. صحيح. حاضر يا استاذ، احنا هنلتزم بالاسئله. حاضر حاضر. شكلنا هنتضرب. انت تلتزم بالاسئله. لا اصل هو عامله سكرين. احنا مش هنلتزم بالاجابه. ولا عشان خاطري. لا عشان خاطرك عنينا طبعا. مدام نيني، كنا بنتكلم على حق الرجل في ان هو رؤية الاولاد اولاده. تمام. وان دي مش يعني عادي، ممكن الست تروح وتمضي وتقعد على جنب كده زي ما كنت بتقولي، والولاد بيبقوا جنبها. وبعدين حتى لو الاب حاول ياخد الولاد او كده، وهو بطبيعه الحال دول 3 ساعات كل اسبوع. الولاد مش عارفين هم جايين يشوفوا مين لما بيبقوا صغيرين، وساعات هم بيكبروا بقى الزن في الودان والكلام والحاجات دي، بيبقوا رايحين. لان هي لو ما بتزنش يعني، عشان ما حدش يقول ايه انا عندي سوء نيه، كان ممكن باباهم يشوفهم في اي وقت، كان يبقى عندها حسن نيه ويشوفهم في اي وقت. فطبعا بيروح، ما بيقدرش يلمسهم، ما بيقدرش يقعد معاهم. ما حضرتك يعني عندنا فيديوهات كتير للاباء في الرؤيه متعذبين، تزعلي عشانهم. الام قاعده هي ممكن وجوزها اللي اتجوزته التاني والعيال قاعدين معاهم، والاب قاعد لوحده، ويقول لك دي رؤية، بص عليه بس ما تلمسوش. وده من حقها؟ مش من حقها طبعا. بس ما فيش حاجة تنظم، ما فيش قانون ينظم الوضع ده. ده قانون فاشل. يعني ايه رؤية يعني؟ يعني ايه 3 سنين؟ يبقوا كام يا دكتور في السنة؟ يشوف ابنه في السنة قد ايه؟ طب انا بتحفظ على كلمة قانون فاشل، وهرجع لحضرتك يا دكتور احمد. حضرتك مدرب تنمية بشرية، وكنت عايزة اعرف اجابتك من وجهة نظر الاب على تأثير الوضع الموجود ده هو على الطفل نفسه. على الطفل نفسه. هو الطلاق عموما في حد ذاته ده ليه تأثيرات مدمرة. مدمرة بمعنى الكلمة يعني. كويس. إنما بقى اللي حاصل ده هو بنظام الرؤية، إن الحاجات النفسية كلها اللي الطفل بيحتاجها كلها مهدومة لسبب. لأن قانون الأسرة ما عملش أي حساب ليها خالص. يعني أسأل حضرتك سؤال بسيط. لو قلنا إن الطفل مثلا في الثقة بالنفس، هو ابنك من صغره عشان يبقى واثق في نفسه لما بيجي يعمل اي حاجه، عايز مين اللي يقول له برافو؟ الاب او الام. تمام. طب دي فقدها. انتهت. الطفل تخيلي الولاد وهم راجعين المدرسه بعد اجازه الصيف، ده بيقول بابا ودانا مش عارف ايه، بابا اللي جاب لي الكاب ده، بابا اللي جاب. هو مفتقد لكل ده. خلاص. لا الطفل ده هيطلع ايه؟ حاجه من الاثنين. ما هو يا هينزوي على جنب ويجي له اكتئاب ومش هيقدر يشارك زمايله. كويس. بيضيف الحاجه بقى ان ممكن يتربى جواه
حقد ناحيتهم. فاذا كان هو طالع صغير من صغره بالشكل ده، طب تخيلي ده لما يكبر يبقى حاقد على مين؟ على المجتمع وعلى البلد كلها بالكامل. حكم شغل حضرتك، هل هم فعلا الاب والام محتاجين ان هم يبقوا يتدربوا على الحاجه اللي زي كده لما يجوا يقرروا الموضوع؟ مش قصه تدريب. انا دايما انا ما اقدرش ادرب الناس على سواقه العربيات وانا مش عامل قانون مرور. انا عشان هدربه اقول له ايه؟ مش حكايه ان يسوق العربيه ازاي؟ انا قصدي تاهيل نفسي للاب والام. انا بقول لحضرتك اهو، انا ببساطه ببساطه شديده جدا، انا مش هعرف اعلم واحد سواقه العربيه واقول له بتمشي شمال كويس ولما الاشاره كذا بتبقى يمين من بدري. هقول له الكلام ده ازاي؟ لان قانون المرور بيقول الكلام ده. كويس، هقول له مثلا ما تتخطاش العربيه اللي قدامك لان قانون المرور بيقول ده. فلازم القانون الاول. انا مش لازم قانون على فكره، انا عايز اقول لحضرتك ان في ناحيه نفسيه كمان كانت مدام ليني بتتكلم عليها بره، قلت لها يعني شابو ليكي. هي كانت كل وهي بتشرح موقف معين كانت بتحكيه لي بتقول انا قلت انا عملت انا لميت انا، يعني بتشرح لي. فقلت لها يعني في راي الناس الاكبر اللي هو الجد والجده والناس اللي هي ذو عقل راجح يعني يتكلموا يحلوا الموضوع، مش لازم تبقى كلها قانونا انا ملزم ان انا اوريه. فين الراي الجده؟ طيب مثلا ان تمام. أنا احنا محتاجين يا جماعه ده نفسي يعني عشان الولاد. يعني اختصارا كده ان حد يتدخل يوفق بين الاب والام عشان مصلحه الولاد، مش كده؟ الاهل كمان اللي بيدوس. ماشي، ورجعنا للعوض. هيوافقوا بين مين؟ بين الاب والام او الراجل او الاب والام. هم متحكمين في الطفل، هم متحكمين في الطفل. الاتجاه دلوقتي كله للمحاكم. ما انا في حاجه، انا عشان اوفق بين اثنين كويس، يعني الاب والام اللي اتطلقوا في مشكله بالتاكيد كويس، فرضنا انا وسين وسين من الناس دي اللي بيني وبينها مشكله، ايه اللي يخلينا نقعد نتفق ان انا عندي حاجات هتنازل عنها وهي ليها حاجات تتنازل عنها؟ علشان في بيننا طفل يملك. والمشكله دي بيني وبينها هي، مش بيني وبين الطفل. طب خلينا اكمل كلامي. ما انا كاب ما عنديش حاجه تنازل عنها. القانون مديلها هي كل شيء، تقعد تتفاوض على ايه؟ تقعد تتفق على ايه؟ القانون بيقول لها انت تاخدي كل شيء بما فيهم الولاد وانت حره التصرف في الولاد، وهو حتى لو عايز يشوفهم يروح المحكمه وما فيش شيء هيعاقبك. خلاص، دايما كده لما يبقى في حاجه بين اتنين لازم يبقى انا عندي حاجات. هو يا فضيله الشيخ، يا دكتور احمد، طب النفقه مش عارف ايه، طب هيقعد يقول لي من هنا للصبح، طب هي في ايه، ايه اللي اقدر اعمله؟ لا، ما فيش عندي حاجه. هتقول له، هيروح يقول لها النفقه، هتقول له ما انا هاخدها بالمحكمه. هتقول له الشقه، هيجي يقول لها طب عشان يسيب لك الشقه للولاد، هتقول له ما انا هاخدها بالمحكمه. كل حاجه برضو ليها اكسبشن، يعني النفقه بالمحكمه ممكن يبقى معاها قانون نفسه، والحالات دي موجوده كنا برضو بنناقش فيها مدام نيني بره، معاها القانون بس ومعاها الحكم وكل حاجه ومش عارفه تنفذه. لا، سيبك من حكايه مش عارفه تنفذه، ده موضوع. طب ما هو ده برضه بيخليها مش عايزه توريه له، المولعين ده بيتولى الامور. عشان ما تدخلش الموضوع تاني، عشان اقول لك ببساطه لازم تنفذه، لان انا لو ما نفذتهوش بتسجن. حكم بالسجن بالظبط، في اكتر من كده، وحرمان من الخدمات الحكوميه. فبننسى ده لو تواجد اصلا حضرتك، ممكن يكون الاب مش متواجد اصلا. على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه بس، هو انا بقول انا متسجل بطاقتي متسجله ان عليا حكم، هروح فين؟ مش هيعرف يركب، مش هتعرف يركب مواصلات، هيتاخد من المواصلات. صدقيني بيعرف. هروح فين؟ لا معلش، هحكي لك على قصه بره. انا مش متواجدين ومش متواجدين. اما اجي اقول في عقوبه للاب السجن، كويس انتهت. امال انت عايز عقوبه للاب لو ما دفعش نفقه شنو؟ خلصت. انما هي قولي لي، انا ما شفتش، انا ليه؟ انا واحد من الناس اما يبقى ليا سنتين، لا انا بسيط. في ناس من خمس سنين ما يعرفوش شكل عيالهم. طب ما تخلينا نقول، ما تخلينا نقول على الارامل. تعرف احنا عندنا في مصر 2 مليون ارمل. الارمل ده ما مراته ماتت ملوش ذنب، ما بتاع ربنا، هو خلاص هيعمل ايه؟ ربنا خدها. انت تتخيل ليكي تعرفي ان الحضانه بتروح لامها وهو يتحرم من ولاده، في دي هو مش عايز يتجوز، عايز يربي ولاده. حماته بقى دي تعمل له الرؤيه ويروح ثلاث ساعات وترفع عليه نفقات برضه وترفع عليه كل حاجه وتبقى عايزه القايمه وعايزه وعايزه وعايزه. هو ده عدل؟ طب خلينا نتكلم من اني انا واحده ست وحضرتك واحده ست. تمام. طفل صغير عنده لحد سن 7 سنين 8 سنين. مين اللي يتولى مسؤوليته البيتيه؟ البيتيه، هل احسن ان تكون واحده ست ولا تكون سنين وست سنين لحد 7 8 10 سنين؟ عارفه مين اللي بتولى؟ هقول لك على حاجه، انا عندي حفيد دلوقتي 9 سنين. هو بيقعد مع اخواته
وهو بيجيب لهم. طب ما دي حاجة أنا مش عايزاه يتحمل المسؤولية وعنده 9 سنين، ما دام جدته موجودة وما هي مامته بتشتغل. لا أنا بتكلم في حالة الأرمل حضرتك بتتكلمي عليه. ما هي مامته بتشتغل. هيروح للأب، الأب هيعرف الصبح إيه صح، يعني مين هيطلع معاه أونلاين الساعة 7:30 الصبح، ومين هيودي مدرسة ومين هيودي تمارين. النقطة اللي مش حلوة دي، طب ما يبقوا معاه. يشوفوا طبعا. هو عنده أم، هو الراجل ده عنده أم. ليه ما يبقوش معاه وأمه تيجي تقعد معاه وتربيه؟ ده لازم. ليه بقى يروح لأم الأم؟ ليه يروح لأم الأم يعني أفهم؟ ما هو أصل أصل كل شيء بالمنطق والعقل بيتقبل. عايزة أقول لحضرتك تنظيم القانون العلاقة ما بين الرجل والمرأة ما بعد الطلاق من ناحية أنا دي. بس قبل ما عشان نطلع من نتطرق للنقطة ديت، أنا بس يعني نهمس في أذن المشاهد سوزانية الله يبارك فيها، هي القضية كلها إن مش إجحاف لحق المرأة بالظبط، ولا إن هي ضد المرأة بالزبط. ولا زي ما بنقول احنا كله مصلحة الطفل، كل بند بيضر الطفل، كل بند بيضر الطفل. يا أستاذة يا ست الكل، حضرتك هي القضية زي ما تفضلتي إن للأسف يعني احنا بنهمس في أذن الوالد سيدنا الدكتور أحمد الطيب ان هو يعني يكون عنده عين الرحمه شويه. والنهارده اظن ان في مؤتمر تقريبا في اسوان ان شاء الله ان يكون في يعني فتحه خير للرجال، لان فعلا محرومين. انا شخصيا بشوف في المجتمع عندنا للاسف يعني انا الدين شيء والقانون شيء. القانون احنا لا يعني مش انا راجل دين ماليش انظر في القانون، لكن انا بتكلم عن الدين نفسه والرحمه اللي ربنا امرنا بها كمسلمين. تخيلي بقى احنا بنقطع صله الرحم بين الابن وابوه. احنا محتاجين ان احنا نهمس في اذان الاب والام، يا ام انت خدت الولاد ادي للاب حق ان هو يربي اولاده. انا اعرف ناس زي ما سيدنا الدكتور بيقول فعلا 7 سنين و12 سنه العيال كبروا، والنهارده والله في ناس في الجامعات ما شافوا ابائهم. طب انت ازاي خدت الاولاد وخلتهم في مرحله ان هم اتمنعوا تماما عن الاب؟ انت كأم فين حق الاب ان هو يربي ويدي لهم بس نظرته للاولاد تكفي الدنيا كلها؟ يعني النهارده الاب محتاج ياكل ويشرب، لا مش محتاج كده بس، ده محتاج ان هو يحنوا عليهم، محتاج انه يضرب. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني حتى لو ضرب خفيف او يسير او لا تضع عصاك عنهم، يعني العصايه تبقى موجوده مش هيضرب، لكن مجرد وجود العصايه من الاب الولد هيكون عنده رادع، هيكون عنده خوف. الولد طالع لا شاف عصايه ولا شاف اب ولا شاف حنيه من الاب ولا شاف مال من الاب. طبعا لازم يكون في ضروره وجود رجل في البيت. عندها عمليه اللي هو العند. العند وصلها لدرجه ان هي انا اللي بكبر وانا اللي بربي، واصبح هي معتكفه قافله على نفسها بالاولاد، بتقول انا اللي بربي وانا اللي باكل وهو منعهم. ما انت السبب في كده، يعني برضه لازم نقول لها افتحي بابك شويه للاب ان هو يربي وان هو ينفق. انت لا خلتيه ربى ولا انفق على اولاده ولا كان حنين عليهم في يوم من طيب الايام. احنا محتاجين نطلع فاصل وهنرجع للحته دي ونشوف لو الاب نفسه محتاج، يعني محتاج حد يقول له ارجع انفق او ارجع شوف اولادك، هنتابعها ازاي. مع حضرتك فاصل ونيجي ان شاء الله. هنرجع لحضرتك تاني، عايزين نلاقي لغه حوار ما بين الاب والام ونتفادى بيها المشاكل اللي حضرتك بتقولي عليها في القانون. احنا مش عايزين اي حاجه، طلبات بسيطه جدا عشان الاطفال مش عشان ام ولا عشان اب. دول خلاص انفصلوا، مفيش مشكله في الانفصال. ازاي نحافظ على اولادنا بقى وازاي يطلعوا اسوياء؟ رعايه مشتركه. حضرتك رتبيهم لي. ايوه رعايه مشتركه. لازم الاب ده يبقى له دور في حياه ابنه، مش دوره انه بيدفع نفقه. بيدفع طب ما يعني ببساطه شديده لو قعد يدفع نفقه، وخلي بالك ان ساعات بتبقى التحريات مجحفه بتاعه الاسم مش عارفه ايه، انت عارفه مواضيع الكيد دي وما بتبقاش صح. حاجات في نقط وارجع بعد كده لو ما حصلش. ما هو انا بقول لك على الحاجات المهمه. الاب ده لو هو بيرعى هيعمل كل حاجه، لكن الام حرمته هينسى الاطفال دول، وهتبقى برضو هي السبب اللي جنت عليهم مرتين. فما ينفعش. ليه الاب ما يرعاش ولاده؟ الولايه التعليميه في ايد الام بس، ليكي تعرفي ان الاب ده ما بيعرفش يدخل حتى يسال على ابنه مستواه ايه، عامل ايه، يجيب له حاجه، يجيب له شويه حلويات، اي
يبقى قدام الولاد زمايله وهو مكسور كده، انا مسمياهم ايتام الطلاق، يبقى مكسور كده ملوش اب يسال عليه، لما يدخل له ابوه حتى بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي منفصلين او غيره، هو بيشد ظهره، هو بيقوي شخصيته، هو بيقول لي يا بابا ليا قدوه، مش مطلوب غير كده، الموضوع بسيط. سن الحضانه يتخفض. يعني عايزه تاني مشاكل القانون ولا حد من الافاضل؟ يعني يا ستي هم زي ما بيقولوا كده، الطفل في الدستور بيقولوا عليه طفل 18 سنه، خلينا 9 سنين مع الام و9 مع الاب. عشان كمان في نقطه مهمه جدا، 9 سنين اللي مع الام دولي لو هي ما يعني هتبقى عامله حسابها ان هو ياخدهم التسعة اللي جايين، هي مش هت اكيد مش هتاثر في انها توصله لابوه. ليه؟ هيبقى في وقت هو اللي يبقى متحكم، فهنا العلاقه هتبقى كويسه. اتفضل اتفضل. الو الو، حضرتك ممكن اقول رايي في قانون تعديل قضيه الشخصيه؟ اتفضلي حضرتك. حضرتك انا محاميه يعني، وبشوف محكمه الاسره يعني هذا الظاهر. انا سامع حضرتك قوي. الاب هو تمام الامن في الاسره، واجب مراعاه هذا الامر. حضرتك احنا السيدات دائما بيكون عاطفيات وعايزات يثبت وجودها، عايزات يصحصح، عايزات ده، لكن للاسف حضرتك بتعود عليهم بالعقوق يعني بال معلش هي حضرتك انا يعني في كلام كده مش قادره اسمع حضرتك فيه، ممكن بالراحه شويه؟ قولي لها بالراحه، ما هي مستعجله بس. اتفضلي حضرتك. الاب هو صمام الامان في الاسره. الاب صمام الامان. تمام، محدش يحيي اصلا. اتفضلي. محامية. ضربات شخصيه. انا مستمعه. هي بتتحرك بالموبايل. كلامها كله بيدور على الاب. استاذن حضرتك تكلمينا. يعني حضرتك تقفي في مكان ثابت يا ريت. حضرتك واجب مراعاه الاب حضرتك. اتفضلي. ودوره في الاسره مهم جدا يعني. اهميه الاب ودوره في الاسره. بالظبط. طبعا. ما عادش حد مختلف على دي. وفي على فكره في ستات كتير جدا محترمه جدا لا بتلجا للمحكمه ولا حاجه، وفي ستات دلوقتي مطلقات جربوا مسؤوليه الولاد لوحدهم وقالوا لك احنا ما عندناش. طبيعي ما فيش اي ست بتتمنى ان هي تشيل الليله كلها على بعضها، وهو لما بيشوفوش هو بيعند فما بيصرفش، فهي بتشيل الليله كلها على بعضها. بالزبط. اكيد ما فيش حد بيحب حاجه زي كده يعني، اكيد لجأت لاساليب كتيره جدا قبل ما تاخد القرار اللي زي كده. اكيد طبعا. هقول لحضرتك الحل الفيصل بقى عشان نريح دماغنا، صدقني هيقلل مش يمكن الناس ما تروحش المحكمه اساسا. وما يبقى ما تقدرش تقولي كلمه نفقه دي فيها مشكله. ده حل حل خلاص. عمود الخيمه ادي العيال لابوه كويس. اديله اديله سن الحضانه بتاع الاطفال للاب والام في حاجه، اما يبقى 9 هنا و9 هنا. انا لو انا عليا هنقعد نحل بيد على المحكمه. خلصت، مش هنحتاج محكمه. لو فضيله الشيخ اللي قريبنا او قريبها واتدخل وهي بتقول لا الولاد والله بيصرفوا 2000 في الشهر وانا ما اقدرش غير على 1000، انا همايل على اخويا اقول له اديني 1000 ده كلها سنتين ثلاثه والعيال هيبقوا عندي. خلاص نفس الامور لو هي اللي مقتدره وغنيه، في ناس كده كويس، وانا بقول انا ما اقدرش ادفع غير 1000، هتقول لي خلاص يا سيدي وانا هصرف ال1000 التاني. ليه بقى؟ عشان الولاد لما يبقوا عندي، ما فاهمه النقطه دي، ان الولاد هيروحوا الناحيه التانيه، هيقول عايز اصطحاب العيال عندك في اي وقت. الولاد هندخلهم مدرسه ايه؟ ما تقدرش تروح تدخلهم من نفسها زي ما بيحصل. كويس، قلنا ما فيش خلاف على النفقات اهو. الولاد التعليميه مش هنحتاج نقول تبقى لمين، لان هي عارفه ان هيروحوا له بعد كده، لو عايز يغير هيغير. وهي بالتاكيد وزي هيتخلق هو عايزين مصلحه الولاد. طيب. بينهم هما الاثنين هيخلق حوار. انما انت قلتي الحضانه مدى الحياه للام ابديه وامها واهلها، وانت يا اب انت وعيلتك ممنوعين، حتى لدرجه لو انا ماليش دخل او توفيت وماليش دخل ماليش معاش، اخويا اللي هو عم الولاد يصرف عليهم وما صرفش يتحبس بس بشرط ما يشوفهمش. طب اسال حضرتك سؤال، بما ان حضرتك على ارض الواقع بقالك فتره في القصه دي.
اتطبق القانون زي ما حضرتك بتقول ان الاب ليه حق الولايه من السن اللي حضرتك شايف ان هو مناسب. الحضانه يعني سن الحضانه نص ونص زي ما كان، والولايه بالنص وكل حاجه كويسه جدا. كم اب هيتقبل الفكره؟ يعني فكره ان يبقى سن الحضانه هنا وهنا، فكره تنفيذ القانون زي ما حضرتك بتقول ده غصب عنه وعايز خلاص. كم اب هيفرح بتنفيذ الفكره؟ نعدل السؤال شويه. عايز هيفرح انا هقول لحضرتك وهينفذها فعلا. هقول لحضرتك حاجه، انا ما هو الاب ده لا اما متجوز مثلا، ما في عنده هو اللي يعني متجوز ده ما هو كفر. مين لا هو بقى متجوز سكبه؟ لا ما هو مين قال ان مراته هتقبل ان هي مثلا يعني بقول لك حاجه من المشاكل، مين قال ان مراته هتقبل ان هو ياخد تاخد عندها اولاد؟ على فكره مع كل المطلقات يتمنوا يبقوا زوجه ثانيه. بنتكلم على زوجه الاب ليه؟ ما زوجه الاب دي ست زي اي ست وام زي اي ام. طب ما في جوز ام ما تتجوز. وانا دلوقتي ممكن فرضنا دلوقتي جيت اتجوزت واحده وعندها عيال، اخدها انا بعيالها وعيالي انا مع واحد تاني؟ ما نتكلم الكلام بس اللي هو المنطقي والعقلاني. ايوه كام واحده تقبلت ان هي تربي ولاد جوزها؟ انما انا هقول بقى لا كام يعني هو واحدة. القانون اتعمل وتنفذ وكل حاجه والمطالبات اللي حضرتك بتطالب بيها اوكي. هم احنا على ارض الواقع بقى، انا بسالك عن ارض الواقع. انا هفترض انا اب يا ستي شايف ولادي عايشين مع امهم ومبسوطين وهي بتعمل اللازم، وانا وقت بحب اشوفهم بشوفهم مجاز، انا اقول لها والله اصل انا شقتي اوضه وصاله وعلى قد زي ما انت عارفه خليهم عندك مثلا. انا حر بقى. بس في حاجه كلمه انا حر اسمه ده حقي وانا اتنازلت عنه، وهي في نفس الوقت وقت ما احب اشوفهم اشوفهم لسبب. والله يا دكتور، والله يا دكتور حضرتك تضمنيه ازاي ان زوجه الاب تراعي الولد زي ما كانت امه هتراعيه بالظبط او العكس؟ ما دي حقيقه. ازاي زوج الام ان هو يربي الولد زي ما احنا محتاجين ان هو يتربي؟ احنا بقى اللي عايزين مرات الاب تربي ولا عايزين جوز الام يربي؟ لما يبقى في قانون ينظم العلاقه ان في رعايه مشتركه، الام والاب عينهم على اولادهم لان هيبقوا شايفين. حتى ولو كانوا متجوزين لو الاب شاف الام غير صالحه اكيد هياخد اجراءات ان لازم الولاد يبقوا معاه، او بالعكس الام تعمل كده لان الامور مكشوفه. لكن دلوقتي قولي لي كده اي حد عارف ولاده فيهم ايه؟ بنات بتغتصب، البنات بتطلع خلالنا طبعا شفتي بتطلع عامله لايف وخالي واغتصبني وحالات كتير قوي. حالات فرديه لان احنا ممكن نقول هيقعد الولد هيقعد مع زوجة الاب مثلا، ممكن لو نفسيتها مش كويسه برضو تعمل مشاكل. ما دي يعني خلينا كده هو بس في ليه اعتراض على حاجه؟ احنا عايزين نسال يعني راي حضرتك بقى كمان. نقول ماشي، ما ينفعش نقول ازاي زوج الام ممكن يربي كويس وزوج ما ينفعش. الام والاب هم اللي يربي السبب ده قولا فضيله الشيخ قاعد، هو لك ما لم تتزوج ما لم تنكح. لم تنكح صحيح، انتهى الامر ده. دي ما دام اتجوزت الولاد ما يبقوش معاها لا اولاد ولا بنات، خلصت القصه. طب احنا معانا راي استاذ محمد على التليفون احد الرجال المتضررين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا بالاستاذ ضيوف وحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك انا اب متضرر من قانون الاحوال الشخصيه. انا ما بشوفش اولادي بقالي سنتين، تمام؟ ضرر حضرتك ايه؟ انا مخلوع، انا زوجتي الان مخلوع. حضرتك مخلوع؟ ايوه هي اللي مختلعه. مش حضرتك انا بروح الرؤيه في القاهره وانا من المنوفيه، تمام؟ ايوه اتفضل. حضرتك انا بقالي سنتين ما بروحش. حضرتك انا ما بشوفش ولادي. ما بشوفش ولادي. حضرتك بقالك سنتين ما بتشوفش. ايوه ليه ما بروحش؟ انا مهدد بالقتل. بالقتل؟ زوجتي عباره ناس يقتلوني، يقتلوني لو نزلت القاهره. والناس دي عرفت مصدر، والناس دي جت واعترفوا قدام رئيس المباحث في امبارح ان هم عملوا الكلام ده. ده وضع غريب يا سيدي. طب حضرتك الرد على وضع زي كده ازاي اللي بيلجأوا للتهديدات والحاجات دي؟ ما انا بقول دايما لاهل الام يعني. متشكرين يا استاذ محمد. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ عشان الموضوع في ايد كفه واحده، في احتلام، ملوش قانون منظم. لو في قانون منظم كل هيلتزم. لو انا حاسه ان انا لو ما عملتش ده هتعاقب مش هعمل، لكنه ما فيش، ما فيش رقابه على الام، ما فيش اي حاجه تنظم العلاقه. خلي بالك الام دي بتروح المطلقه بتروح المحكمه بترفع 23 قضيه، لغايه 23 قضيه ترفع. الاب بقى ما عندوش قضيه يرفعها.
يرفع الرأي بس، ما بيط... ما عندوش فرصة يطالب بأي حق من حقوقه، ما عندوش فرصة إن هو يعمل أي حاجة لولاه، مش عارف. بيوقفوا الأب قدام ابنه عاجز ومكهور. على الجانب الآخر الولاد دولي بيتقال لهم أبوكوا رماكوا، مش سائل فيكوا، عامل فيكوا. طب ما احنا هو يا جماعة، هي الرجالة هي عايزة أولادها، عايزة ترعى أولادها. فين؟ طب معانا اتصال تاني. كريمة فضلي. من الغربية. أيوة اتفضلي. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت أنا عايزة أقول شكرا لحضرتك. فضلت الشيخ، عايزين كلمة كده من حضرتك للأب والأم. كلمة الأب والأم يعني يبقى في رحمة بالأولاد شوية، إن الضحايا هم الأولاد. ده صحيح. يعني ده يعني خروجا عن نطاق القوانين وكذا، لا الأولاد هم الضحية. النهاردة أما أشوف الأم يعني حتى في الزواج العادي، يعني النهاردة أصبح الإنترنت وحياة الأم منشغل عن تربية الأولاد ومنشغل عن حياتهم الروحية والبدنية، أصبح أمر معقد. يعني عاد في عقدة نفسية عند الأطفال النهاردة بعد كل ده مباشرة وسرعة جارية على المحكمة. طب وبعد المحكمة خلاص الأب أصبح منهار وفي معزل عن الأولاد، وأصبح في فتن بين أهل الأب وأهل الأم، تقطيع للأرحام. أنا خلافا عن القوانين، أنا ببعد عن القانون، أنا بتكلم براجل الدين النهاردة. بالزبط. أنت إحنا مسلمين يا جماعة الإسلام، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أرحامكم. هو لما يشوفش أولاده هيقول لك والله ما صارف كله. والله لا دوار. هنختم بحضرتك، هديك فرصتك كاملة. إنما لا ما صوتش أنا بس عملية الإذهاب للمحاكم والأم تاخذ الأولاد وبعدين تحصل الفتن وحتى لو الأب أخذ الأولاد بيصبح فيه نطاح بين الأب والأم، والاولاد بيحصل عندهم اول ما تروح للطفل ابوك هيخوفك هيضربك، اصبح الطفل او الطفله لا انا مش عايز اروح لابوي، خلاص كره الاب، خلي الاب خد الاولاد، اصبح في مناطحه الام لا وحش. طب فين العدل والانصاف؟ انت كاب وانت كام لا لازم تقربوا وجهات النظر. يعني حتى اللي راح يخطب النهارده او يتجوز بنقول له قبل ما تتجوز اعرف عواقب الزواج ايه. النهارده للاسف احنا يقول لك انا خلاص اروح، امضي اكتب القايمه خلاص خلصنا. قايمه ايه؟ ولا هو ده مش في الشرع اصلا القايمه، يعني اصبح يعني حلقه لوحدها دي فضيله الشيخ. ده مشاكل من ضمن اللي بنشوفها احنا كمشايخ في المساجد وكذا. فاحنا بنقول رجاء خروجا عن روح القانون او عن روح لازم يبقى فيه ود بين الزوج والزوجه او المطلقه، احترام، احترموا العقول اللي طالعه دي اللي هتبص بعد كده الافكار في المجتمع. احترموا اولادكم ومستقبلهم، يا تعطي خير للمجتمع يا تعطي مصايب. ما هو الارهاب جه منين والتطرف جه منين؟ ما هو ما فيش يعني الحاله النفسيه مدمره. عارفه ان اطفال الشقاق معظمهم ضياع، ارهابيين ومدمنين. مش عايزين بس نعمم حضرتك، مش عايزين بس نعمم. لا هو انا بعمم فيهم ناس وجاز علينا كده. ثواني بس، ثواني بس، هم كلهم اولادنا. ثواني بس، انت عارف اللي عملوا العمليات الارهابيه الاخيره تحليل نفسي لهم. شوف ناخد تحليل كلمه من دول اطفال الشقاق. احمد للاسف قانون الاسره احنا محتاجين دراسات للحاجات دي كلها. اتفضل. اللي يخص الأولاد ده علمي بحت، علمي بحت، طالما وهو لا يتعارض، طالما إن لا يتعارض مع القرآن ولا مع السنة كويس، يبقى ده نسيبه لأهله. بحث الدكتور هشام ماجد، محدش يتكلم، آسف، محد فيش راجل دين يتكلم في الحنان خالص، لأن ده موضوع علمي بحت ما كانش موجود أيام الفقهاء، ده موجود دلوقتي كويس. عايزين نحل القصة كلها وبالقرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لم يستثني أبناء الطلاق، إذا كان لم يستثني إذا كان الأب مشرك، وفي أكتر من كده. لم ما استثناش الأب لا المشرك. أنا أقطع كلام حضرتك بس دانا. كلمة صغيرة يعني طيب عفوا قبل ما ننهي عشان عايزين ننهي الحلقة دكتور. فضل حاجة. طب هي نص فضل يعني فضل. للأسف حتى يعني يقول لك إيه حق الناس بحسن الصحابة، قال أمك ثم أمك ثم أمك،
الناس مش واخده بالها. لحظه عفوا لو هم سالوا سيدنا النبي ثم اباك، لما قال ثم ابوك هم مش فاهمين. لو سيدنا النبي سئل ماذا سيقول بعد ثم ابوك، هيقول ثم ابوك ثم ابوك. لان هو سيدنا النبي كان اذا دعا دعا ثلاثا، يعني حتى دي من حسن الصحبه. هي مش موضوع ثم ابوك انتهى الحديث. حضرتك الحلقه والله انا نفسي مشكله عدم الفهم لقانون الدين مشكله كبيره. الشخصيه يتنظم ويبقى عادل للطرفين، مش طرف على حساب طرف، والاكثر الولاد. وان الاوان خلاص. وهو يعني سياده الرئيس وهناخد فضل. سياده الرئيس وعد بكده ان شاء الله لازم يبقى في قانون عادل، واحنا في انتظار الوعد. شكرا لكم وشكرا شرفتونا. شكرا ويا رب تكون الحلقه مفيده لكم ان شاء الله. هتبقى مره ثانيه باذن الله. ميرسي لكم جدا. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا ليك كله على البرنامج المهم. ميرسي جدا حضرتك. شكرا.